حياتنا فيها أخبار كتير. خلونا نبدأها دلوقتي، خلونا نتعرف مع حضراتكم على عناوين أخبار حلقتنا النهاردة. منتخب الكاراتيه تألق في بطولة البريمير ليج. الزمالك يواصل مطاردة الجزيرة في صدارة الدوري سوبر كرة السلة. أزمة في الأهلي بسبب تراجع نتائج فريق كرة السلة. زياد السيسي يتألق في بطولة العالم لسلاح السبر بالمجر. رئيس الاتحاد الدولي للدراجات بيحضر مؤتمر بطولة العالم بمصر. نادي الصيد السكندري يكرم منتخب الرماية. ميار شريف تشارك في بطولة مونتيري المفتوحة للتنس. اتحاد الغوص والإنقاذ ينظم المهرجان الأول للسباحة بالزعانف لذوي الهمم. وأخيرا تونس تستضيف بطولة الأندية الإفريقية لسيدات كرة الطائرة. دي كانت عناوين أخبارنا، وبكل تأكيد هنروح لتفاصيلها، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا تكرموا دائما.